جا معايا المجتمع المدني، جاوا معايا الاطر ديال الصحه، جاوا معايا الاساتذه، وجاوا معايا صحفيين الله يكثر خيرهم، وجيت انا نطلب الاستاذه حقا ولدي غلط فيها، وجيت كنلتمس منها تسمح لي، لان ماشي من صالحي انا ولدي يمشي للاصلاحيه. الاصلاحيه ما غتخرج لي شاب ينفع المجتمع، تخرج لي واحد منحرف، ما ينفعني، ما ينفع باه، ما ينفع خوته، ما ينفعش راسه، وهذا ماشي في مصلحه الجميع. لا عمرني ما كنت نتظر ولدي يمشي ليا الحبس، ولي بات ليا في الحبس ولدي مولف يبات في دارهم. ما كناش ما كناش ما كناكلش، ما يمكنش الناس ولدي في الاصلاحيه، حتى واحد حتى ام ما كتقبل ولدها يبات في اصلاحيه ويخلي دارهم، ما يمكنش ما يمكنش. ونلتمس منها تسمح لولدي ونتكلفوا ليها هي، نصوب ليها، نديروا لها تجميل هذيك الضربه اللي ضربها ولدي، وتا هي راه ام وتحس بالله، راه الوليدات ما كيشاوروش، كيديروا رد فعل خايب، وتكون سموحه ويكون قلبها كبير وتسمح لهذا الوليد وما تخليش يضيع ليا. ونتمنى منها، نتمنى انا كأم نسمح، الامهات تيسامحوا، والله كيسامح، والوطن كيسامح، والكل كيسامح، وحنا هنا من اجل التسامح، ما نرميش وليداتنا والشباب ديالنا في السجون. نقول ولدي هاك سير ضرب الاستاذه ديالك، حتى امه تبغي ولدها يضربو ويمشي للسجن، راه انت ابو عندك وليدات وهي عندها وليدات. ما قلتش لا، عطيوها غير الوقت ترتاح، عطيوها غير الوقت. الله يشافيها، الله يشافيها، بغينا نشوفوها بخير، بغينا نشوفوها، ونتمناو نشوفوها بخير، والنفسيه ديالها مزيانه ويكون خير ان شاء الله. الله نعود ونرجعوا عندها، الله يحنن قلبها والله يهديها والله يجبر بخاطرها، والزوج ديالها يمكن يمكن يقدر يسمح لينا هادشي اللي عطانا، عطانا قال لنا عطوني مهله، ونتمنى نتمنى يكون قلبه سميح ويسمح لينا، حتى هو راه ابو عنده وليدات وما يبغيش شي نهار ولده يتحط في هذا الموقف. ولدي نفسيته مهزوزه، مسكين نفسيته مهزوزه، حتى هو ما كيناش في الليل ما كياكلش، قال لي ماما انا بلاصتي ماشي السجن، بلاصتي المؤسسه، والله يفرج. ندم سير بلاص ولدي انا، قال لي ما اش درت، اش درت، اش درت انا، ما عقلش.